السلام عليكم، رجعنا وياكم بفيديو جديد وبحلقة جديدة. اليوم الحلقة مالتنا مختلفة. قل لي شلون يا اخي، درجات الحرارة هالايام بشكل مو طبيعي. تخيل احنا بشمال البصرة والشرج يخنق حاليا، قريب على ساحة السعد. طالعين وين؟ طالعين للفاور راس البيشة. مين يطلعون مشاية؟ راح نروح ذاك المكان ونريد نشوف الحرارة شنو، شلون مستحملين هالناس. هاي الدبابي كلها متروسة ماي شباب. والله العظيم حاليا احنا بعدنا بالبصرة والنفس ما ينجر. احنا حاليا من قلب الفاو، وهذا المكان عبارة عن مرصد طاقة هاون وطايح مكانه. هذا المكان انطى هواي شهداء عراقيين من اجل تحرير منطقة الفاو. بهذا المكان ايضا جرت معارك طاحنة واللي استمرت 8 سنوات. شباب ولو الكتابة ما واضحة، وقف الفيديو واقرأ هذه. هذه القطعة موجودة بالبداية مال الفاو، بس احنا وين رايحين؟ رايحين الراس البيشة. ما اسولف لكم عن الرطوبة. والله العظيم من تقرأ هاي بينك وبين نفسك تقول العراق ايش قد مضحي. الله يساعدك. جواك الله. ابو من؟ ابو ثائر. ابو ثائر، سولف لي شلون متحملين الرطوبة هنا. هي هاي الفاو، بعد احنا متعودين على جوها. اللي يجي من برا الفاو تجي نشوفها حارة. احنا شوية صحيح حارة كلش حارة، بس اهل الفاو متعودين. بس يعني والدرجات فول يعني نفس ما ينجر ابد ابد. زين هم اكو حالات تصير، حالات مثلا هذا اللي يطيح ما ادري شنو او كثره، بالاخص بالثامن. بالثامن اي يعني اللي اعمارهم كبيره دوم تلقاهم بالمستشفى. الله يساعدهم. زين بالشغل اللي عنده ربشهم بالضيم ما يشتغل. كهرباء زين هنا؟ لا الحمد لله، لو ما الكهرباء الفاو ما يعني على هاي الحراره ما يخلون كهرباء. لا عم الناس مشكلة يعني، مشكلة الفاو مشكلة. الله يساعدكم ان شاء الله. الله يساعدك. الله يحفظك وشرفنا كل الهلا. أيوة. حياك تفضل ويانا. والنعم والنعم. طيب الله يسلمك. ممنون. الله يساعدك. نريد ماي. ماي بيتكم وين؟ من الحرارة متنا عطش. احنا عدنا قليل. بيتك بعيد لو هنا؟ لا قادم لك. تفضل. الله يحفظك والنعم منك. اريد بس شو اسمه، ثلج وماء يرحم اهلك. الله يحفظك. اهم شيء الماي شباب. والله العظيم يعني من الحراره والرطوبه نزلنا شويه قضى الترمز، فلازم ضروري انه ناخذ ماي قبل لا نتقدم للمكان المقطوع، لان المكان اللي راح نروح له بس البحر، والبحر اذا تشرب لك استكانه شو اقول لك، مصارينك تتقطع. ماكو. تخيل شوف الشارع شلون ناقع صح؟ باوع. الشارع كله رطب. المكان الأخير اللي يفصلنا بين البحر ضوء. هذه آخر نقطة بالعراق. بس شنو الشمس والصداع اللي صار عندنا بشكل مو طبيعي. نفس ما ينجر، أكسجين صفر. شو أقول لك، والله العظيم ماكو نفس. نريد نفس ماكو. شوف هذا بالجنير ميت ورجليه مقطعة.
سرعة سرعة. نبدأ بغسل وجهه بس. أغسل. نبدأ نشوف. شيني دخيت؟ ذب ذب ماي ذب. مالح الماي. عيوني راحت. أصلنا عشان ناخذ ماي نظيف. هلا كيف؟ دايق بالماي. يعني لو ما جايبين هذا الماي نظل بالضيم. شباب والله العظيم ايش اقول لك، ماكو هيك احس بنفسي ضربه واجتني قبل فقدت، ما حسيت باي شيء الا ذبوا بوجهي ماي، بس مو ماي، خشمي سدوا وصل هنا الراس الماي. فهسه خلينا نحاول نبتعد مهما كان عن هذا المكان، لان صراحه نفس ماكو، واحنا حاليا عباره بالكويت. الكويت منا مسافه قليله. خلينا نوثق لكم ايش كم لقطه من مخلفات الحرب الايرانيه اللي صايره قدامنا بما يقارب 5 كيلو. يعني انت تتخيل الفاو استقبل بما يقارب اكثر من 6 مليون صاروخ من الجهتين العراقيه والايرانيه. نقطه كامله مقصوفه وتعشف صاير بيه. دائما النقط العسكريه تستخدم هذا السين. شوف ايش صاير بي شلون منتي. جعبه شوف هذه الطلقه كله وبعدها قويه. شوف هذا مبين شنو منتهي. شباب والله بعدنا كلش هواي عن المكان مال راس البيشه ولحد الان النفس ما ينجر. لقيت هاي اللي اتبروني 2 ملغرام. شباب اللي يعرفها خليه يكتب لنا بالتعليقات شنو هاي، بيها ابره تمام. شوف اعتقد علاج مثلا لو شنو ما اعرف. المهم اللي يعرفها خلي يكتب لنا اسمها بالتعليقات. اعتقد هذا تنكر مو يتراوالي ايه تنكر مع الماي. بقايا شنو هاي مدفونة ما تعرف. شوفوا من شدة ملوحة القاع ماطرة هنا وصاير على شكل ملح. يعني جيب لك قونية وحمل. تعال 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 تعال. شوف الطلق اللي هنا كلش هو هاك باوع. معارك طاحنة جرت هنا. زين هاي الشيش مال العلاج شنو يا ترى؟ مثلا كان الصيدلية هنا يعني الأسعاف الجرحى لو شنو. شوفوا القاع متروسة. شباب مثل ما جاي يشوفون بدلة كاملة بس متآكلة من الشمس. تعال تعال شوف 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 هاي شنو؟ دقمة على حسب الأصول. شوف هذه هي بقاياها هاك. شوف طبعا اللي يدور حتى جثث يحصل ولحد الآن ترى هاك
لحد الآن بنهر جاسم جاي يطلعون جثث لحد الآن موجود عظام وهياكل وجماجم. فهسه وين راح نتوجه؟ راح نتوجه لبيت صديقنا موجود هنا أيضا براس البيشة، نتغدى ونرتاح عنده ونتوكل العصر للبيت. الله يساعدك. الله يساعدك. شلونك؟ زين الحمد لله. شو شلون مقاومين الرطوبة هنا؟ والله شرجي كلش بالضيم. اي زين يومية الشرجي لو يومية بدون انقطاع الصيف كله؟ الصيف كله. يعني ماكو فد يوم يخف الشرجي يجي شمال؟ لا ماكو أبد. قليل يعني قليل. مرات؟ اي مرات. شلون متحملين؟ والله بالضيم. الله يساعدكم. كهرباء هنا ما تطفى؟ اي ما تطفى قليل. نعمة. هي. إذا تطفى تموتون. إيه. والله الله يساعدكم. وين أنت طالع قبل؟ إيه. أصعد خلنا أصلا. صح صح صح. تعال هنا تعال تعال جوا تعال تعال جوا أصعد. السلام عليكم. عليكم السلام. وين كنت تسوق شنو؟ لا كنت بيتني. آه. إيه. قدامك بيوت مو؟ إيه. وهسا رايح للسوق؟ لا رايح للمحل هذا. عندك محل؟ اي هذا. اسواق؟ اي. الله يرزقك ان شاء الله. شو انت اليوم شايف؟ طبعا هنا الشباب جاي ياكلون. الف عافيه. شفنا لنا نومه قلنا نص ساعه، ساعه زمان، وهسه الساعه بالستة العصر. المهم نقلكم في امان الله وانتظرونا بحلقات جديده.